قضيه الاستئناف كان اعتبروه حكم صحح الاخطاء اللي طاح فيها الحكم الابتدائي، ويعني رجع الامور الى نصابها بانصاف الضحيه وانصاف المجتمع وانصاف الحركه الحقوقيه بما قدمته من دعم ومسانده ومصاحبه قانونيه لهذه الضحيه. وهو في نفس الوقت كذلك هذا الحكم اللي حنا بالرغم من الارتياح ديالنا الانطباعي الاولي، ولكن انا شخصيا ما كنت كنتوقع يكون حكم اكثر من ذلك، لان بشاعه الافعال كتقتضي تكون عقوبه اكثر من ما هو صدر اليوم، لا في الشق ديال الدعوى العموميه ولا في الشق الدعوى المدنيه. وهذا الحكم هذا كذلك ماشي غير رجع الامور الى نصابها، جعل رساله ديال المجتمع المغربي توصل الى القضاء، والقضاء تفاعل معها وتفاعل مع المطالب وتفاعل مع الملتمسات اللي قدم السيد الوكيل العام وكذلك اللي قدم دفاع الضحايا. وبالتالي كنعتبر انا حكم منصف وعادل في الشق المتعلق بالدعوى العموميه في المطالب المدنيه وعدم ادخال الدوله، هذا كيتطلب مجهود. شكرا لوسائل الاعلام، شكرا لكل من سهر على انه هذه المحاكمه تمر في اجواء اللي طبعها الحقوق والحريات. شكرا. السلام عليكم زملائي. السلام عليكم. صافي استاذ كفا، صافي زعما كان زعما بحال فريمون ما بغيتش نعرف فيه واحد لافاتيك ما نخلكش كي دايره ما طناش والله ما بخير ما بغيتش زعما الاستاذ عطى تصريح كافي. حنا بقينا معكم والراي العام بغى يعرف ما فيها باش صحيح. هيا يا الاستاذ هيا صافي غير عطيني سير عطيني سير عطيني سير راني ابدي الرعدة كنت شكون الدخل ولا شي حاجة. اجي قرب لانك يجي صوته اكثر على ودنيا. بالنسبه للحكم يعني هذا الحكم اللي طول يعني بعد مساء الخير بعدا كاينه، وشكرا لكم على التتبع لهذا الملف ولانكم بقيتوا معنا حتى لهذه الساعه ديال جوج ونص الصباح. هذه جوج ونص وحده ونص ديال الصباح بعد هذه الجلسات الماراثونيه. هذه الجلسه الماراثونيه طبعا اللي بدات من الساعه بدينا إنا ساعة مع 12 حتى الآن باش أنه تنطق بالحكم. الأحكام بالنسبة لنا هذا هو اللي حنا كنا كنطلبوا، وهو أنه تكون الرفع من العقوبة، لأنه كان من المستحيل من بعد ما هاد ما ارتكبوا هاد الجرائم هاد الجرائم البشعه في حق هاد الطفله القصيره انهم يتحكم عليهم 18 شهر او لا بسنتين. حنا كان المطالب ديالنا وكذلك النيابه العامه مشكوره انه التمسنا رفع من العقوبه وعدم تمتيع هاد المدانين بظروف التخفيف، وبالفعل المحكمه استجبت ورجعت الامور النصاب ديالها. وهذه هي من المزايا ديال القضاء المغربي ومن المزايا ديال الطعون مراحل ديال التقاضي. وبالتالي حنا المحكمه ديال الاستئناف نصفات هذه الضحيه ورجعت لها الاعتبار ديالها وحقت الحق، عطات الحق للدوله وعطات هذا الحكم يكون درس لكل من لا يعتبر اللي كيظن راسه بان الاباحه في الجسم ديال الاطفال القصيرين او لا في اي انسان واخا ما يكونش قصير، هذا غيكون درس قاسي باش انهم تكون حد ويعرفوا بان راه ما يمكن شيء ترتكب جريمه وياخذوا ديال سنتين. وحنا كان بالنسبه لنا واخا يضرنا الحال على انوار كي راه خداو الحق، خداو العقوبه اللي كتوازي الجرائم اللي ارتكبوها، وخصوصا ان واحد منهم اللي عنده ثلاث اطفال كيف انه باح عطى الحق انه يتكفص على هاد الطفله القصيره ديال 10 سنوات، وبتو مع العلم انه عنده وليداته، بمعنى انه هو اخر انسان يقدر يفكر انه يتكرفص على هاد البنيته. وبالتالي حنا بالنسبه لنا غنديروا الطعن بالنقد طبعا، خصوصا ان المطالب المدنيه التعويضات اللي تحكمت كانت شويه قليله، ولكن فيما يخص الدعوه العموميه الحكم كيظهر لي ماشي كما اكد ان الحكم كان في محله، وكنتمنوا على ان انتم كصحافه انكم تنشروا على اكبر نطاق، لان كاين اشخاص اللي خداو هذا الملف
وبغاو يستغلوه في الضرب في الناحيه السياسيه الدوله ديالنا المغربيه. وشكرا لكم. الاحكام اللي نطقت بها المحكمه فيما يخص المتهم الاول والمتهم الثاني اللي هو يوسف الزواي وكريم الابدي 10 سنوات لكل واحد منهما، مع الحكم عليهم بالتعويض ديال 40,000 درهم يأديها كل واحد فيهم. بالنسبة للمتهم الثالث اللي هو تبتات الخبرة الجينية على أن الطفل من الصلب ديالو بنسبة 99.99%، حكمت عليه المحكمة ب 20 سنة نافذة مع التعويض ديال 60,000 درهم. العفو. شكرا لك. شكرا. إذا متابعي كرام تشوف تي في، يعني كما يعني لاحظتوا يعني الحكم اللي صار يعني خدا واحد الوقت اللي طويل، الا يعني كما سمعتوا الاحكام اللي صدرات في الاشخاص اللي تعداو يعني على الشابه اللي من تيفلت اللي تكرفسوا عليها بواحد الوحشيه. خليكم معنا يعني باش نعرفوا الصفات. D'ailleurs, c'était notre demande parce que, avec tous ces crimes, السلام عليكم. أستاذ خيار زين محمد عبد الله، الحمد لله كان الحكم صائب جدا لان اطرفت العقوبات من سنه ونصف اللي كانوا تحكمت في المحكمه الابتدائيه ومن ثلاث سنوات، الا انه كان ديك الساعه ملي صدر الحكم الابتدائي تفاجئنا وتصدمنا بارع صدنا ان احنا وقفنا هذا الملف منذ البدايه منذ العام الفارط. درنا الصحافه وديك الصحافه جات عندنا جمعيات حقوقيه كثيره من ضمنهم جمعيه الانصاف اللي ساندتنا منذ البدايه، وفعلا دات ديك البنت القاصره سناء اصغر ام في المغرب، وهي اللي تبناتها ولات كتقرا عندهم وما تتمارس دراسه تما. بعد ما كانت بخير ملي جا هذا الحكم طبعا الحال تصدمات لذاك الحكم اللي كان الاول ديال المحكمه الابتدائيه، لانه لم يكن صادم لانه كان صادما بالنسبه للجميع. وكنشكر من هذا المنبر سميتو هذه الهيئه المحترمه الهيئه الاستئنافيه، لان عطاتنا وقتها الكامل كطات كل الاطراف جميع المحاولين ديال الجمعيات الحقوقيه كلهم ترافعوا على هذا الملف بواحد الحراره بواحد الدقه، لان ما تقبلوش هذاك الحكم اللي ضحوا من بيوتنا. احنا نشوف هذا الوقت متاخر من الليل باقي الزميلات والزملاء كلهم كيساندوا سناء والام ديالها والاب ديالها والعائله ديالها، لان تقريبا هذاك الحكم كان شردهم، الا ان رشوها ملي خرج من الجلسه كتغوت كتصرخ واحد بكثره. الا ان الحمد لله دابا حنا مرتاحين، وراه كان الحكم مزيان، راه ذاك الحكم ديال سنه ونصف اللي هو كان سنتين مجبر التنفيذ في سنه ونصف، والاخر المساهم الرئيسي عطاوه 20 سنه لانه هو اللي صد البكاره ديالها، هو اللي الخبره الجينيه تثبتت بان الطفل ديالو هو، والثاني والثالث اللي هما متزوجين تحكموا تما ب 10 سنوات حبسا نافذا. وكنظن بان هذا الحكم راه صائب بان تحققت العداله، لان الدور ديالنا كمحامين والدور ديالنا كمحققين والدور ديال الجمعيات كامله هي تحقيق العداله. والحمد لله الحمد لله كان حضور قيم جمعوي من جميع مناطق العالم تقريبا، جاوا من اسبانيا من فرنسا من هولندا من جميع كلهم جاوا ساندوا الجمعيات الحقوقيه وكذلك الصحفيين، وكنوجه لهم كامل الشكر، وكنوجه حتى للسيد وكيل السيد الوزير العدل اللي نضر لهذا المشكل، لان حقق داروا في اسرع وقت ممكن من بعد في نتاس الاجل ديال الاستئناف 10 ايام ما تحسبش الاول والاخر تعين الملف. فعلا كان ديك الجلسه كان الملف غير جاهز، لان الدفاع ديال المتهمين ما كانش جاهز، ولكن اليوم عطاتنا الهيئه المحترمه كامل الوقت ديالها لدرجه ان تقريبا راه 10 ساعات وحنا في هذه المحاكمه، وحنا الحمد لله غادي فرحانين. وحتى بالنسبه لسناء راه ترد لها الاعتبار ديالها هي والاسره ديالها باش ذلك تحقيق العدل العداله. الحمد لله وظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهقا. شكرا. شكرا استاذه. شكرا.
جدا متابعه كامل تشوف تي في يعني كما يعني الاحكام اللي كان الحكم فعلا حكم قاسي حكم هذا الوحوش اللي تكفر يعني على الطفله. اذا متابعه كامل متابعه شوف تي في كما شفتوا يعني هذه هي الاحكام اللي صدرت يعني هذا المجلس. سنة ديك حبق أخذوا أشي بخب خلي معين حسين الدنيا 200 درهم حسين. إذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في وقناة يقول لكم شوف